هل أنتو كلقاء ديمقراطي طالما أخذتوا هالمبادرة وهي مبادرة يعني في إلى تشجيع من الخارج؟ يعني عبين قال إنه الرئيس الفرنسي يتواصل مع الأستاذ وليد جنبلاط ويشجع على القيام بذلك، هل القسم الثاني من هذه المبادرة أو الجزء الثاني من هذه المبادرة القيام بطرح أسماء معينة أو اسم معين؟ يعني هلأ عملتوا هالجولة، فبعدين شو يعني ابتداء من بكرة شو ناويين تعملوا؟ النقاش الضمني صار متقدم، وبعتقد انه صار الى حد ما فينا نقول على مشارف البدء بالنقاش الفعلي والاسماء. في يعني نحن لسنا وحدنا في هذه المداولات، في مداولات عم تجري نحن عم نقوم فيها بلبنان، الرئيس بري عم يقوم فيها، الرئيس ميقاتي كان عنده مبادره باتجاه غبطه البطريرك، وفي اتصالات بين قوى سياسيه، وهناك مداولات تجري على المستوى الدولي والاقليمي. وهون بوجه الشكر لأصدقاء لبنان اللي عم بيحاولوا يجهدوا ويساعدوا لأجل الوصول لنتيجة، كل أصدقاء لبنان وبالتأكيد بمقدمتهم فرنسا والمملكة العربية السعودية اللي هن جزء أيضا من هذه الاتصالات، اللي بأمل بتمنى طبعا ما في أعمل توقعات، ولكن بأمل أنه بوقت قريب جدا نبلش نسمع بعض الأخبار الإيجابية، بتمنى هيك. نعم، ونبدأ بالدخول يعني بالأسماء. هل في سلة أسماء واضحة؟ يعني إذا ما بدك تفوت بالأسماء على الأقل إلي يعني هل في اسمين ثلاثة مثلا، أو في اسم واحد هو اللي أكثر شيء مرجح يما كيف؟ الخيار الأفضل الوصول إلى اسم واحد. إذا لم يكن هذا الأمر ممكنا فممكن الوصول إلى اسمين أو ثلاثة ومروا على جلسة نيابية، وهذا ما يجري العمل حوله. بس أنت حسيت خلال جولتك سهل الوصول إلى اسم واحد؟ يعني انت اذا ما توفرت الاراده السياسيه انا رايي سهل كثير. نعم، شكرا لك استاذ وائل ابو فعور. شكرا. عضو اللقاء الديمقراطي على هذه الاطلاله الليله، اهلا وسهلا فيك وشكرا لاطلالتك معنا.